السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غادي نهضروا على الموضوع ديال لبنى وسعاد. كيف ما شفنا سعاد خرجات كتدافع عليها العمه ديال راجلها بكل شراسه، وكتقول بان سعاد هاد الهضره كامله اللي كتقال عليها راه ماشي صحيحه، وبان سعاد امراه شريفه وعفيفه. وسعاد حتى هي خرجات وقالت بان هاد الهضره كامله اللي كتقال عليا راها ماشي صحيحه. ولكن لبنى كما شفنا خرجات حتى هي بدورها كتهضر وكتقول بانها ما عمرها غادي تسكت وما عمرها غادي تنازل على هذا الشيء هذا، وهي مستمره في الدفاع على نفسها. لبنى كتقول انا كندافع على نفسي، وبالنسبه لسعاد كتقول انا يا بناتي بغيتهم يرجعوا ليا، لان بناتها كتحسبهم بحال مديوره لي شي حاجه. قالت بناتي واكلين شي حاجه، وراجلها غضبان عليه بزاف لانه خرج كيدافع على لبنى وما دافعش عليها هي. وهي قالت انا زعما حتى انا مراته بقى فيها الحال، وفعلا هذوك العيالات بجوج، ولا وحده كتهضر على راسها وتدافع على راسها، ما كانش عليه هو يهضر بالمره على حتى وحده فيهم، خليهم بجوجات يهضروا. وهاد العمه ديالو كتشهد شهاده حق وكتقول بان سعاد من نهار جات عندهم الدار، وهي واحد الانسان الله يعمرها دار، واحد الانسان اللي كانت مزيانه معاهم، وكانت كانت زعما محترمه راسها، وكانت من القليل كدير الكثير، ووقفات دوك العائله وبنات الدار، وقالت بانها زعما احسن مرا هي سعاد، هذه العمه ديال الزوج ديالها. وقالت حتى داك الراجل غير شوف شنو وقع ليه، حتى ولا ضد مراته ولا كيخرج دوك الخراجات، وهو سبق وهضر قال انا ما عمرني غادي نبقى نخرج ضد سعاد، كان عطيها وعد انا كان واعده. ولكن اللي شفنا دابا العكس هو الصحيح، شفناه ما بقاش مسوق وكيخرج وكيهضر وكيضرب وما كيخلي ما يدير. لبنى بعدا كما تنقولوا الا ضربات فيها وإلا خرجات ضد سعاد راه ضرتها، ولكن هو راه مراته من حقه يسكت وما يقول حتى شي كلمه اللي تادي شي وحده فيهم. هادشي علاش شفنا سعاد قالت انا رميت لي الكره، طلبنا معاه الصلح بعد ما جا عندها الزروالي، قال احنا طلبنا منه الصلح وهو كيتسناو فيه الرد ديالو، ولكن الناس كتسنى الرد. كيفما شفنا العدوزه هي اللي خرجات دابا، خرجات لبنى لحد الان هو ما جاوش ما ردش، اشنو تحت راسه الله اعلم. المهم هاد العائله مشابكه كامله، حتى واحد ما باغي يتنازل، كلهم رابحين، كلشي كيخرج كلشي كيضرب كلشي كيهضر. الله يدير التاويل ديال الخير وصافي، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.